السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طالبات الحبيبات، طالبات الصف الرابع. اليوم إن شاء الله الجزء الثالث والأخير من درس طرائق الحساب الذهني للضرب. هدف درسنا نستطيع استعمال طرائق الحساب الذهني القائمة على القيمة المنزلية وخواص العمليات للضرب. نفتح مع بعض الكتاب page 109، نحل مع بعض سؤال 9 تدرب مستقل. في التمارين من 3 ل 10 استعمل الحساب الذهني لإيجاد ناتج الضرب. ممكن بستخدم الحساب الذهني لإيجاد ناتج الضرب عن طريق خاصية التوزيع أو الموازنة، وعندي خاصية التوزيع إما للجمع أو الطرح. نيجي مع بعض نشوف حل المثال عن طريق التوزيع أو خاصية التوزيع في الجمع والطرح. أولا 2 × 395 بتساوي، نلاحظ هنا ان نجزأ العامل الاكبر وهو 395، هنجزأه ازاي؟ هنجزأه الى 300 + 95. بعد ذلك بوزع وبضرب التو، هضربه في كل من 395 2 × 300 +، لأن طبعا استخدمت خاصية الجمع 2 هضربها في 95. نبدأ نضرب ثم نجمع 2 × 300. اتفقنا ان احنا لما يكون عندي جملة الضرب في أصفار بتنزل في الناتج، في فريم نزل 2 × 3 = 6 + 2 × 5 = 10، نضع الزيرو ونطلع الون. 2 × 9 = 18، 18 + 1 = 19. نبدأ نجمع 0 + 0 = 0، 0 + 9 = 9، 6 + 1 = 7. إذا الناتج عندي 790. لو جينا مع بعض استخدمنا خاصية التوزيع ونطرح، هنضرب 2 × 395. نلاحظ هنا أن 395 قريبة من 400. طيب هنشوف مع بعض يعني معنى ذلك أن 395 بتساوي 400 - كام؟ 400 نقص منها كام علشان تديني 395؟ أحسنتي، هنقص منها 5. إذا هستخدم الطرح، هضرب التو مرة في 400 طبعا ماينس، لأن أنا استخدمت الطرح، التو أيضا هضربها في 5 بتساوي 2 × 400. اتفقنا بننزل في فريم في الناتج لأن أحد العوامل في جملة الضرب فيها أصفار. 2 × 4 = 8 −2 × 5 = 10. نبدأ نطرح 0 − 0 = 0، 0 − 1 طبعا ما ينفعش نستلف من 8 هتكون 7 والزيرو عندي 10، 10 − 1 = 9 والسبن عندي هتنزل أيضا طلع الناتج 790. إذا الطالبة لا تستخدم خاصية التوزيع وخاصية الجمع صح، وأيضا خاصية التوزيع مع الطرح طبعا صحيح. نيجي بعد ذلك نفتح الكتاب page 110 مثال 11. يأكل كل فيل في حديقة الحيوان 50 كيلو جراما من السمن و 2 كيلو جراما من الفاكهة والخضار يوميا، كم كيلو جراما من الطعام تحتاج إليه حديقة الحيوان لإطعام فيل واحد لمدة أسبوع؟ استعمل الحساب الذهني لحل المسألة. نلاحظ أن الأسبوع في كام يوم؟ أحسنتي، 7 أيام، أن يتألف الأسبوع من 7 أيام. أول حاجة أنا عايز أعرف كم كيلو جرام من السمن بيأكل الفيل، هو 50 كيلو جرام، وكم كيلو من الفاكهة والخضار وهو 2 كيلو جرام. طالب مني إيه في المثال؟ طالب مني كم كيلو جراما من الطعام تحتاج إليه حديقة الحيوان لإطعام فيل واحد لمدة أسبوع.
إذن واتفقنا إن الأسبوع في 7 أيام، إذن نضرب السبن أيام في كل من عدد الكيلوغرامات من السبن اللي هو 50 وكيلوغرامات من الفاكهة والخضار اللي هو 2، ثم بعد ذلك نجمع ناتج الضرب. نشوف هنعملها ازاي. 7 اللي هما 7 أيام هضربها في كل من الفيفتي وهي عدد الكيلوغرامات من التبن بلس 2 كيلوغرام من الفاكهة والخضار. هوزع كل من السبن تضرب في كل من في الفيفتي ونضربها في التو بتساوي 7 ملتبلاي 50 بلس 7 ملتبلاي 2 ايكوال 7 ملتبلاي 50. طبعا بنزل الزيرو في الناتج واضرب 5 ملتبلاي 7 ايكوال 35 احسنتي بلس 7 ملتبلاي 2 ايكوال 14. نبدا نجمع 0 بلس 4 ايكوال 4 5 بلس 1 ايكوال 6 و3 عندي بتنزل. إذن يحتاجوا كم كيلوغرام، يحتاج حديقة الحيوان كم كيلوغرام لإطعام فيل واحد لمدة أسبوع؟ 364 كيلوغرام. نيجي بعد ذلك في سؤال 12. تخطط فاطمة وثلاثة من صديقتها لرحلة، تكلفة الرحلة هي 599 ريال لكل شخص. ما التكلفة الإجمالية لرحلة فاطمة وصديقتها؟ وضح كيف يمكنك استعمال الحساب الذهني لإيجاد الإجابة. أول حاجة لازم نعرفها كم عدد الأشخاص المشاركين بالرحلة. أولا هي فاطمة أدي كده شخص، وثلاثة من صديقتها يعني عدد الأشخاص عندي كم؟ أحسنتم 4 فاطمة وثلاثة من صديقتها، إذن عدد الأشخاص عندي 4 أشخاص. طيب بعد ذلك نلاحظ أن العدد 599 قريب من مين؟ أحسنتم قريب من 600. إذن 599 بتساوي، لو أنا استخدمت خاصية الطرح، بتساوي 600 نقص منها كام عشان يكون الناتج 599؟ أحسنتم 1. إذا هنبدأ نضرب 4 multiply 600 طبعا minus 4 multiply 1 بتساوي 600 multiply 4، هننزل الصفرين في الناتج زي ما احنا عارفين، و 4 multiply 6 equal 24 minus 4 multiply 1 equal 4. أحسنتم. نبدأ نطرح 2400 minus 4. طبعا احنا معانا الدفتر في البيت ولازم احنا بنحل المسائل كلها أثناء الشرح. هنجد أن عند طرح 2400 أطرح منها 4 هيكون الناتج كام؟ أحسنتم 2396. إذن التكلفة الإجمالية لرحلة فاطمة وصديقتها هي 2396 ريال. نيجي بعد ذلك في مثال 13. لدى ماجد مجموعة من الطوابع، جمع 60 طابعا جديدا يوم الاثنين. أعطى أصدقائه 9 طوابع يوم الثلاثاء، فتبقى في مجموعته 122 طابعا. طلب مني في المثال كم طابعا كان مع ماجد في البداية. كان ماجد جمع 60 طابعا جديد يوم الاثنين. أعطى أصدقائه، معنى كده إن هو خصم من أو طرح من 60 اللي معاه، نقصت منها كام؟ 9، لأن كلمة أعطى يعني معنى كده إن إحنا نقصنا من الطوابع اللي كانت في 60 اللي هو جمعها يوم الاثنين. يبقى إذن أولا لازم أعمل إيه؟ 60 اللي هو ماجد جمعها يوم الاثنين ماينس 9. ليه ماينس 9؟ لأن كلمة أعطى ديت يعني معنى كده إن هو خفض أو
نقص من الطوابع بتاعته. 16 minus 9 equal كام؟ أحسنتي 7. بعد ذلك تبقى في مجموعته 122. إذن 122 هي الطوابع التي تبقت معي minus 7 equal كام؟ 122 minus 7 equal أحسنتي 115. طب ليه إحنا طرحنا 122 minus 7 لمعرفة كم كان لدى ماجد من الطوابع في البداية؟ إذن كان لديه في البداية 115 طابعا. نيجي مع بعض نشوف مثال 15. مهارات التفكير العليا، هل تعتقد أن من الأفضل استعمال التجزئة أم الموازنة لإيجاد ناتج 5×322؟ ووضح السبب ثم أذكر طريقة لإيجاد ناتج الضرب. أني أفضل بالنسبة لنا لما أستخدم التجزئة أم استخدام الموازنة؟ طبعا كلنا بنحب الحل او بنفضل الحل بالتجزئة. طيب ليه التجزئة؟ لن ينتج عن التجزئة اعداد سهلة يسهل ضربها ذهنيا. بنلاحظ لما بجزئ العدد سواء بالماينس او بالبلس، اتفقنا ان احنا بينتج عننا اعداد سهلة بتسهل علينا عملية الضرب ذهنيا. طيب نيجي مع بعض ونشوف 5×328. انا ممكن اجزاء 328 الى 300 plus 28. طالبة ثانية تحب ان هي تجزاء 328 الى 300 plus 28، ايضا تجزأها الى 20 plus 8. في كلا الحالتين طبعا صح. نيجي مع بعض لو احنا هنضرب الفايف ملتبلاي، هنجزأ العدد بالصيغة الثانية وهي 300 plus 20 plus 8. هنضرب الفايف في كل من الثري هندرد والتوينتي والايت، اذا بتساوي 5×300 plus 5×20 plus 5×8. نبدأ نضرب 5×300، بننزل الصفرين ونضرب 3×5 equal 15 plus 5×20، بننزل الزيرو في الناتج ونضرب 2×5 equal 10 plus 5×8 equal 40. نجمع مع بعض 1500 plus 100 plus 40، هيكون الناتج كام؟ أحسنتم 1640. نجمع مع بعض نشوف مثال 16. أي من المقادير التالية يبين طريقة استعمال الحساب الذهني لإيجاد ناتج 4×27؟ اختر كل ما ينطبق. قال لي هنا تتضمن بعض طرائق الحساب الذهني كل من الموازنة وخواص العمليات. الاختيار الأول 4×20 plus 4×7، جزأ هنا 27 جزأها إلى 20 plus 7 وضرب الفور في كل من 20 و7. إذن أحسنتي، الاختيار صحيح لأني جزأ هنا العدد بطريقة صحيحة. الاختيار الثاني 4×7 بين قوسين عندي 20×7، طبعا الاختيار عندي خطأ لأنه هو هنا استخدم التوزيع لكن ضرب وليس جمع. الاختيار الثالث 4×30 وبعد ذلك -4×3. نجد هنا ان جزأ العدد ازاي؟ جزأ العدد 27 عن طريق الطرح. قال ايه؟ 27 قريبة من 30، اذا 30 انقص منها كام علشان يكون الناتج 27؟
نقص منها 3. إذا 27 بتساوي 30 minus 3. وهو هنا اللي عمله وزع ال 4 ضربها في 3 مرة minus 4 minus 3. إذا الاختيار صحيح. الاختيار الرابع 4 multiply 25 plus 4 multiply 20. جزأ هنا 27 إلى 25 plus 2. طبعا التجزئة صحيحة. ضرب كل من ال 4 مرة في 25 plus 4 multiply 2. إذا أيضا التجزئة هنا صحيحة والاختيار صحيح. الاختيار الأخير 4 multiply 2 multiply 7 طبعا خطأ. وبكده يكون انتهينا من درس. أتمنى أن أنت تكونوا استفدتوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.